هي المسيرة بلشت يمكن بأول زيارة فعلية سنة 2014، اللي من خلالها مع صحفية اكتشفت هالمدينة قديش فيها صالات سينما، والبعض منا بعضهم موجودين أكيد صاروا مقفلين منذ عشرات السنوات. تاريخ كل المدينة من خلال علاقتها بصالات السينما، وتحديدا لأن طرابلس كان فيها أكثر من 30 صالة سينما موزعة بكل أنحائها، باللهجة الطرابلسية قد ما السينما كانت شعبية والكل بيروح عليها كان كمان يسموها سينما طرابلس، والدخول بتاريخ المدينة من خلال صالات السينما إن كان بالفترة الأربعينيات خمسينيات ستينيات، بعدين تأثير الحرب، بعدين ما بعد الحرب لحديت السقوط النهائي لها. في جربة عامة عن كل بالنهاية التاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي للمدينة، وكأنه كله عم نشوفه من منظار صالات السينما، الأفلام اللي كانت تنعرض، مين كان يجي، طبيعة الجمهور، تفاعل الجمهور مع الأفلام، فيلم العيد، يعني كل هذه الظواهر اللي كونت أنه كأنه هالكائن اللي اسمه سينما يكون كائن لا يتجزأ من حياة المدينة.